وبيعكس شخصية المحامي كمال أبو ريا راح يطل في مسلسل الحلم بشخصية الحاج راضي اللي بتجمع قصة قديمة بأنوشكا إحدى بطلات العمل. ونبقى بأجواء الدراما المصرية ومع مسلسل بيمبو اللي يقيم لعرض خاص في مصر. وطبعا كاميرا ذا إنسايدر بالعربي تواجدت على السجادة الحمراء وقابلت فريق العمل، والبداية مع المؤلف محمد أديب اللي خبرنا عن فكرة العمل. الفكرة جت من إن أنا خبطت في واحد في الشارع وأنا مروح وحصل موقف كده محرج. وهالفكرة طورها محمد لمسلسل من 8 حلقات بيتقدم بإطار غير تقليدي يجمع بين الكوميديا والدراما. احنا بنحاول نقدم حاجة جديدة للشباب، كوميديا للجيل الجديد، كوميديا دراما كوميدي اللي هي درامدي اللي هي مش ماشية على الإفيهات، بس مش عيب ان يبقى في كوميديا ماشية على الإفيهات، بس دي ماشية اكتر على المواقف واللي هو زي ما بيقولوا سيتويشنال كوميدي اكتر او اوبزرفيشنال كوميدي، نركز في حاجات صغيرة او مواقف بين الناس، والكوميديا بتطلع من هنا والدراما بتطلع من هنا. ولتنفيذ هالفكرة استعان محمد والمخرج عمرو سلامة اللي اختار عدد من الممثلين الشباب. مسلسل بطولة شبابية حقيقية، كل ابطاله شباب، وحاسس ان ده العصر بتاعنا كجيل، وهل التجربة دي هتنجح عند الناس، فالناس يكون عندها ثقة بعد كده فينا كجيل ان هم يشوفوا لنا اعمال تكون بتاعتنا احنا ولا لا، وده اعتقد ده التحدي الاكبر لبيمبو. وبيمبو هي الشخصية اللي بيجسدها احمد مالك واللي بتتمحور حوله وحول اصدقاء الاحداث. بيمبو حقيقي قوي، يعني انا بالنسبه لي حاولت، بس كان دراسة واقعيه جدا وما احتجتش اروح بعيد قوي عشان امشي قصه، بالعكس لقيتها جوايا، يعني اول ما قريت الورق حسيت انه هو قريب ليا او جوايا بشكل او باخر كعظم او كجوهر يعني. واحدى الشخصيات القريبه من بيمبو هي لانا، الكاركتير اللي بتقدمه هدى المفتي واللي اختارت الطريقه الانسب للتحضير لدورها. اشتغلت عليها ان انا حاولت اجمع معلومات عن هذه الطبقه المعينه قوي ومجموعه الناس، الشلل اللي بالطريقه دي او الناس اللي بالطريقه دي، حاولت اقرب اكتر من الناس اللي شبه لانا، اتعامل معاهم اكتر. وعامه في كل شله بتلاقي واحده زي لانا، يعني بتلاقيها موجوده. ولقيت حاجات كمان في النص محايدة ما بيني وما بينها، وعرفت أقف على أرض أنا وهي نقف عليها مع بعض واتخلقت لانا. واللي سهل أكثر أدائها لها الكاركتر هي النقاط المشتركة اللي تجمع لانا وهدى. أنا بتحب أصحابها قوي، وإن هي تحب شغلها، وإن هي شخص فراك قوي، وإن هي شخص في دماغه بيبقى ألف حاجة. والمفاجأة بهالعملية مشاركة ويجز بأول تجربة تمثيلية لها. ما كانتش حاجة كنت بسعى لها قوي، ولكن اتعرض عليا الفكره ورحت شفت استاذ عمرو سلامه، اتحمست جدا جدا لان هو كان شكله فريش زي ما انت شايفه، يعني المسلسل نفسه شبابي قوي ومليان حركه ومليان كوميديا ومليان كل حاجه في نفس الوقت، فهو يعني كل حلقه هي عباره عن 45 دقيقه من التريبات المتواصله، يعني احنا بنطلع من جوك بنخش في جوك وبعدين نطلع من مشكله نخش في مشكله وهكذا. فاحداث المسلسل السريعه الى جانب الكاس وفريق العمل شجع ويجز ليخوض هالتجربه بدور جابر اللي يتكلم اللهجه الصعيديه. كان في اكيد بروفات ترابيزه كتير قوي، وكنا محتاجين نشتغل قوي على اللهجه لانه انا مش صعيدي خالص بالعكس انا واجه بحر، يعني اضطرينا نشتغل على اللهجه، بس مع الوقت ابتدى بقى الموضوع يبقى شويه حاجه عارفها لان انا بقالي شويه بصور. واحدى صفات جابر انه ما يقدر ينطق حرف الخاء. للاسف هو عنده لدغه في الخاء، ودي كانت فكره الاستاذ عمرو، فانا اضطريت ادفع الثمن، يعني هو يفكر انا ادفع الثمن. والى جانب ويجز بيجمع هالعمل عدد من الممثلين من بينهم عمر شرقي، طه دسوقي، سنتيا خليفه، احمد الازعر، وسليمان عيد. المره دي دور بقى جديد خالص، يعني عامل فيه يعني شويه شر شويه مع ضحك مع شويه انسانيات كده، بس ده مسلسل حلو قوي، انا حبيت دوري فيه قوي وحبيت المجموعه اللي فيه. والله انا بعمل استك حد عنيف شويه، ببقى انا وبسيوني في اغلب المسلسل من الاولى للثامنه، يعني احنا الاثنين دورنا مع بعض. بيمبو عمل حلو قوي، عمل كنت ضايفه شرف فيه، صح ان انا ما كنتش في يعني في اوقات كتيره على التصوير، بس من الكام مره اللي انا رحت عليهم، انا لسه ما شفتش الحلقه على فكره، انا باكد لكم ان العمل ده هيكسر الدنيا. جماليه الاماكن اللي كنت بصور فيها، اللبس طبعا، اخراج ونظره عمرو سلامه، الممثلين ويجز، احمد مالك، هدى المفتي، كل الاسماء دي فريش وحلوه وبتعرف تمثل، فاي ثينك الخلطه دي هتطلع في حاجه حلوه قوي. الشخصيه اللي انا بعملها اسمها رضا او جيرسي سابقا، هو كان شريك مع بيمبو في الشغل، بعد كده تحول، حصلت حاجه خليته يتحول من شغال وبقى حد مش بايع على حاجه،
وحاجات كده، بس برضه ليه دوافعه وليه مبرراته اللي هنكتشفها يعني. مش هقدر اقول لك غير ان هو بيظهر باسم عباس في الحلقه الرابعه، وبيحصل بعد كده تطورات للكاركتر لغايه ما يحصل مفاجآت بعد كده في الاخر يعني. ده انا طويله وبتاع وبهدله لا 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 ده يعني انا حلقت اصلا على طول بعد ما خلصت، بس لا كنت عامل لوك غريب يعني شويه. فير كاش بامبو، فير كاش بامبو.